أهلا وسهلا، وبدي غير كلمة غفران. قال له الغفران أقوى الانتقام، بس أنا ما بقى فيني أغفر. كنت عايشة بالنور بالهند بالجنة هون بالعتمة وبجهنم وبالعار. فكرت ما أرجع، وما بقدر إلكن قديش طلبوا مني إني أبقى، من كندا، أمريكا، أستراليا، بالهند. إجا واحد خصوصي من أستراليا قال لي أنا هندوسي، أو بدك بأستراليا أو بدك بالهند، وعندي أرض وعندنا ميل، وكلهم قالوا ما تعتليهم، بتحكي ساعتين عربي ساعتين إنجليزي، والعالم العربي بيشوف حقيقة العرب والإسلام. كل اللي كنا بهالأشرم بيسموه يعني جماعة، الخادم والحاكم واحد. إذا عم بيطبخ الطبيخ ومنه مرتاح بوقف الطبخ، وهيك الفلاح، وهيك المسؤولة عن المركز. وأنا الوحيدة قلت لها نيلم نقعد جنب بعضنا سوا مع بعضنا، وقلت لها الأغلاط اللي عندك كيف تتصلح، اللي ما بيغلط ما بيكون حي. قالت لي معك حق، بدنا نتعلم من غلطاتنا كلنا. هيدا مركز لأوشو، و99% من مراكز أوشو حول العالم 100% بالأمة العربية كذب ونفاق ويضاص. خيو لأوشو فتح جماعة، وبعد 3 شهور بيعطيك شهادة إنك أنت مستنير، صرت نبي. هيك عملنا بالمسيح، قال له قبل ما يصيح الديك 3 مرات بدك تخوني، كلنا خني. وهلأ يجي مسيح من 2000 سنة قال لي أنا أتيت لأنك أنت مسيح آخر وأنت مسيح. كلنا ممسوحين بالله، من 2000 سنة لليوم ما في ولا مسيح، أنا شفتهم موجودين هونيك. 100 شكوشي مسيح معروف عالميا، وندم كتير لأنه تجوز وخلف. قال له معلمه ساكن امرأة شو ما بدك، بس ما تجيب أولاد. على 100 سنة الصادقين ما يخلفوا، وهيك كل جماعة أوشو الصادقين ريل سانياسنز الأحرار ما بيجيبوا أولاد، تهتموا بتتكفلوا بهالولاد، كلنا عيال الله من حول العالم. التقيت بناس تعجبوا، نحن 6 عرب كنا، ما صدقوا انه في هالاخلاق عند العرب. هيدا يخبرني عن جماعة المسلمين عنده، هيداك شو هون وهون وهون، ما قالن عليه قبل الاسلام. ونحن وقت اللي شفنا شو عملوا تعجبنا، مش بتشوف الاسلام، بتعيش اسلام الله. حضرة بتشوف المسيح، مش ما بتصوروه لا، وبتشوف الحضرة المحمدية والأحمدية والعلوية. ما صرنا سني شيعي علوي. قال واحد دمار شامل بالكرة الأرضية، وبنوع خاص بأمة العرب، وحط تواريخ وقال شو رح يصير بلبنان. رفع علم عنده إياه الحبيب محمد، قال انت لحقتيني، وهيك بتاخذ الفكره وبتشوفها عنده. منا موجوده بامه العرب كلها كذب، بسموك NLP وبيعملوا لك حركات ومدري شو بيحطوا هون، كلهم كذابين 100%. اللي عم تعملوه سحر وشعوذه، حط علامات الساعه الصغرى والكبرى بحضره. منا موجوده بامه العرب ابدا، من حرب إلى حرب أكبر، من كذبة إلى كذبة أكبر، إلى أن يجي الدمار الشامل. اللهم عجل بالدمار الشامل، ولكن مش دمار الإنسان وهالأطفال اللي عم بتصير،
دمار الجهل واعقل وتوكل. بتشيل العار، بتحط نقطة إكليل من غار على راس المسيح. وما مات المسيح وما انصلب، حي يرزق معنا وفينا وكلنا، ما منموت. وقت الأوروبندو قال إنه نحن ما منموت والمستنير ما بيموت، بس مات نطروا يوم اثنين ثلاثة، ما قام. نعم، هيدا سحر وشعوذة، هيدا جهل، هيدا تراب بيموت بيرجع من التراب إلى التراب، كومبوست الجسد. ولكن أنت لوين بتروح؟ فيك تعرف؟ نعم، بحضرة بتشوف. كلنا شفنا، مش بس أنا، كلنا، كلهم شافوا مريم مميزة، وكل واحد مميز، ومريم مميزة بأمة العرب ونحن قليل. قلت له قديش نحن؟ قال لي بعد ما صرتوا خمسة. بثلاثة مليار مسلم ما في خمسة مريد، مش مرشد. مرشد قطعوا الأمل، مريد. حفاة عراة نتطاولوا في البنيان، هيك قال محمد، هيك قال المسيح، هيك عاش عليه، هيك رابعة الحلاج، كل هالمستنيرين كلهم من أمة العرب. وين الخوارزمي؟ وين سلمان الفارسي؟ وين التوحيد؟ كله بتشوفه هناك، بتشوفه بنفسك، بتقول كيف بدي أرجع. جاء واحد وقال لي بيكون عمرك 76 بعد يومين. قلت له ايه؟ قال لي سنة الجاي 24 ايار بيكون عمرك 77. اسمعي، حط علم الحبيب محمد، اول سبعة، ثاني سبعة، ثالث سبعة، رابع سبعة، عاشر سبعة، 11 سبعة. حط علم سنة 42، كل رجال ومرأة ب 42 إذا بعدهم عم بيتعاطوا جسديا، dirty old man، شيخ زاني، ما فيك تستنير. مشان هيك المسيح نور من نور، إله من إله، إلى حق من إله حق، مولود غير مخلوق يساوي الآب في الجوهر. ولكن أنا عم بقولها كلام، الاختبار سبق التعبير، اللي شفته اختبار. حطيت كتاب على صدري بغرفتي بأوضتي، ما فيني قلكن وين رحت وشو شفت. فتحت الباب لقيت الناس برا، قالوا لي اللي شفتيه انت جوا، شفني برا. كلنا عنا الاستنارة، في علم أبدان وأديان. مشان هيك أوشو هو أخطر إنسان من 50,000 سنة لليوم، ما إجا مثله، ما ساوم. رفع الرحمة، ارتفع أذان بلال بأمريكا، ريغن قال له نقتله، عم بيجيب الإسلام. الإسلام هو الفطرة. الأرمن بيسمعوا غريغوريان تشانت، أنت بتسمع بلال، أنا بسمع دق جرس، هيدا بيسمع سيليستيال ميوزك، كل واحد بلغته بيفهمها. هاي البلاغة، بلغ إيه؟ قال له لا تكتب القرآن يا عثمان. ما فيني إلكن شو شفت وشو أكلت وشو اختبرت. رحت أنا 85 كيلو، شفت حالي دبة وناصحة وهيك، وهون بس كون ضجرانة بحش كل شي في خبز وباكل. هيك ميتشو اخترني، أنا عم باكل خبز بأمستردام بسنة 73. قال لي أنت بتعيشي معي، كنا نص مليون، غربلنا 20,000، غربل غربل مريم وثلاثة معك. قالت لي مرته هو بيختار، بس برجع أنا بغربي، بديك تعيشي معنا. قال لهم للناس ليش اختارني، بس أنا ما احترمت نفسي. لازم نحترم احترام، ريسبكت تروم، هيك احترم هالجسد، احترم هالإنسان. أنا ما احترمت أبدا من وقت ما خلقت. تجوزت وحبلت وطرحت وخلفت وطلقت وطلقت ورحت وجيت وعشرت، تعرف شو بيسموني أهلي؟
ولكن هو عرف هالمرأة عندها طاقة وما في خطية وما في زنا. سمعنا المسيح عم بيقول الأبانة باللغة الأرامية، وهلا عم بتعلم أرامية وهندوسي. مش بس بتفهمها، بتعيشها. ما في زنا، ما في خطية. كتب الزنا على ابن آدم بجميع حواسنا، لا تقتل عم نقتل، لا تسرم. شيل هالوصايا العشرة، مينك تتوصيني؟ بتفوت ميت على هيك جماعة، بتطلع حي. يا حي يا قيوم، شو هالمقام؟ أنا وراجعة، كنت بشار وأنا 2 3 4 راجعين على دبي، بقيت أنا وبشار بدبي. قلت له ما فيني أعيش بقى هون، مع إنه بشار وعلي وشيرين وصفا في جامعة صغيرة بدبي، يعني أقوى من هون بلبنان. إحنا 2 3 وعم بعمل ديليت صرت. وقال لي بشار ما بقدر أعيش كمان بأمة العرب ولا أنا، ولكن نحن، أنا رحت من هون على دبي، التقينا بدبي، من دبي رحنا على نيو دلهي، بنيو دلهي طيارة صغيرة أخذتنا على دار الصلاة وفتنا بالسيارة على هالمركز. أنا وبالطيارة بنيو دلهي بحكيني شاب، طلع هو اسمه جورج فاضل، سفارة لبنان بالهند. جورج فاضل. قلت له بحكيك جورج، بعثت لك أكثر من إيميل، كل سفراء العرب يلي بالهند بعتوا جيبوا ناس من بلادكم العربية، يكونوا ما برح أقول صادق ما في، بس يكون شوية أخلاق، إذا في هيك لطشة من الأخلاق، يتعلموا بمراكز أوشو بقلكن وين، الطب الطبيعي فيديك ميديسن. أنا وهونيك واحد حط إيده علي، اسمه كرتي، بيبي كرتي، 85 كيلو، خلال 20 يوم بدي أتقبى، 65، 20 يوم، كل يوم كيلو، وعم بتروق وبتغدى وبتعشى وبريك بناكل، وحشيت أكل ما بقدر لكم أي أنواع من الخبز وغيره. بتطلع على الهيمالايا 10 ساعات مشي وبتنزل، ما بتحس إنك عم تمشي. كل الناس قنت، بتحس ما في فقر، ما في موت، ما في جوع. كلهم مريم خليكي بالهند، بنعمل هاي بنعمل هاي، بدك ايه؟ قلت لهم بعد سنة إذا ما قدرت بالأمة العربية برجع. قالوا له منجيب العرب تلفزيون، بدك ايه؟ سو هلا سفراء الأمة العربية متواصى، حطوا مريم @مريمنور.com، وبقلكن عند مين بيروحوا. ما معهم مصاري بيشتغلوا، معهم مصاري بيشاركوا، شاركوا صدقات الذين بأموالهم وبأنفسهم، هي الجهاد الأكبر. وكلهم يعرفوا بأوروبا وبأمريكا، كل من اجوا عرفوا مريم كيف عاشت ومع مين كانت ووين راحوا أموالها، وما فرقت معي. نعم، اللي أعطاني النفس بيعطيني الفلس. جيت على لبنان رح سميك، أعطوني. قلت له بتقدم أرض؟ قال لي كل سوريا إليك بما فيها الحكم والحاكم كلنا. هيدا مفتي سوريا اسمه خينا حسون، شيلوا ألقاه. أرض موجودة، أجمل مطرح أنهور فيها، ونحن منبني، حطينا الموقع www.baitalislam.com، ولأول مرة رح يكون في موقع بهالبيت اسمه أوشو شمس. سوريا اسمها شمس بالعربي، وين ما رحنا بالهند سوريا 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 سوريا، بالتاكسي وهون وهون. شمس الإسلام، شمس الفطرة.
لأن وين ما رحنا كعرب are you a terrorist? terrorist عرب عرب بس شافونا ما صدقوا قالوا عم بيجي عربي بس إنه اجوا اثنين من الكويت يا عار العالم كل وحدة مع سبع شنطات هني وطالعين بكيو بسافر أنا بهي بدلتين الليل والنهار بيعطوك هني تلبس والبدلة اللي بتروح فيها بترجع وهون شغلتين بسيطين حقه $20 بالهند حقه 130 بلبنان في بدلة أنا اشتريتها هون ب $2800 ما الناس بالأول ما كانوا يحبوني بس عرفوا منين عم بلبس بس هي بتلبس من عندها رحت لعندها بهدلتها جبته ب60 وقال لي واحد اسمه عنتر هونيك قال لي عنا إياها ب20 أنت بدار مصلى يعني هون عم بيجوا سواح العالم خدتي ب60 أكلنا بأجمل وأفخم مطعم بالعالم أنواع البيتزا والمأكولات ما بقدر إلا كل خبز وكل هاي خبرتكم $4 على الشخص معنا واحد سوري اسمه مدسر قال يا عمي دخيلكم خليني أنا أدفع ومدسر سوري من اللاذقية بيشتغل بقطر وأهله معروفين وهو بس خلص راح على قطر ما قدر يعيش بقطر رجع على سوريا ليشوف عنده شقفة أرض وخيه عنده شقفة أرض حط بعضه إذا بيعملوا بيت جماعة مدسر الأرض تقدمت من سوريا بأمر من المفتي وأنا بشكركم هلأ إذا قدرنا نعمل في سوريا تلفزيون في كل شيء بدكم إياه بس ما في ميل مثل ما بيعيشوا الجامعات كلها بدهم يجوا كل واحد بيبني كوخه أرض على 99 سنة أجمل أرض بسوريا بصوب اللاذقية وين ما بدكم روحوا شوفوها كل واحد أنت بتبني كوخك الأكل الحياة من الأرض بنزرع مثل سوق الضيعة سوق الضيعة باللاذقية زينة وهلا عم يعملوا سوق الضيعة بكل سوريا ما له علاقة بسوق الضيعة هيديك بده يضيعنا صار في بزنس وتجارة لا هيدا سوق الإنسان سوريا يعني إنتاج محلي ما بدنا نستورد شيء أبدا لا أكل ولا تياب ولا موال ولا سيارة ما بدنا مما يليك يلي عايشة هوني بنزارقة مما يليك جيران عندهم قمح وشعير في ناس بتجي من برا بتدخن في معبد للتدخين كوتج كوخ مفتوح وجوا ببلش يبطلوا الدخان وقلت لها المسؤولة نيلم خلي بشار أنطون يجي لعندك وهو عنده علم لا طعام على طعام فود كومبينيشن خمس حدود وناين ستار كي يعني عنا علم وبيزيد بالتعلم كما الحلم بالتحلم إذا منحط علم أوشو المدينة وميتشو كوشي باب هالمدينة فإذا بدنا علم الروحانيات نعم علم ورثة الأنبياء موجود الأكل الخلطة شوي مثلا الفواكه مع اللبن كانوا أهلنا يعملوها هيك ناكل بطيخ وجبنة لا في علم اليوم فإذا العلم بنحطه ناس كثير اجت عندها أمراض سرطان وإيدز صحوا لأنه اثنين ساعتين بالنهار في تأمل الحبيب قال تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام الصبح اسمها انتفاضة حتى لو ما عملت الانتفاضة بتقعد معهم بتحس بطاقة غريبة عم بتفوت فيك مثل المسبحة في شيء اسمه طاقة نور طاقة انرجي حياة شو ما بدك أنا الطريق والحق والحياة هالطاقة بتفوت فينا كلنا انت قاعد ما في ناس نايمين وعم يشخروا دغري برا ما في ناس حاطين عطر ابدا صابون وبس وتعجبوا بقوطي قلت لهم ما تنظفوا تحممت مره وعرفوا لانه كان في زيت على راسي هذا اللي عمل لي مساجات
كثير كان يستعمل زيت بس مرة، والباقي جيت كل الزيت على راسي. فإذا موجود هالعلم فينا كلنا وفينا انطوى العالم الأكبر ببيتي هالعلم، بس ما إلي ثقة بأي مطرح بشار أنطون والجماعة بدبي ومريم نور بلبنان. لحد هلأ ما في حدا، محمد كيلاني عراسنا كلنا، ما في زوم رحلة مطرح. بس يلي عم بيقولوا بمصر هون وليبيا وتي الكويت السعودية ولا هون، ما بقى بدنا نفتح مشفى بندر بن سلطان وهيفا إذا معي تأكل من وراكم أو تأجي أمشي، ما بدي شي بقى أبداً. تفتحوا مستشفى وانتوا عرفتوا حطيت ايدي على خيك بامر الهي وشلت الورمه، بدي ضل بهدل فيكم لاني بحبكم. احمد زكي اليماني قال لي كل شيء بروح على مكه ما صارت معي، امرني الله حط ايدي هون، اعطاك اشاره سكروا هالمستشفيات كلها والمدارس والجامعات. مين اللي جمعنا؟ الله. بدبي خي حاكم دبي، هالمدارس الأجنبية اللي عندك، عندك نظام وعندك قانون، وما بقدر إلكن ما شميت ريحة الدخان إلا توصلت على مطار لبنان، الوسخ والجي والقرف. ولكن في علم اسمه ديماركيشن لاين، ما بتشوفوه ببيتي بلبنان، كل شيء فيه وسخ برا بس تفوتوا. وهالعلم حطوا جورج جيرجاف وأنطون سعادة بالشام بحلب، موجود هالعلم، علم الصدى والصمت والصوت والصورة، هيدي الصلة والتواصل والصلاة. ما حدا عنده هالعلم إلا قليل، أنا وحدي منهم، وبزيد كل ما أعطيتوني علم بزيد أكثر. فإذا ببيت الإسلام بدنا نحط علم الإسلام مثل عم بتشوفوا. أوشو الشمس بسوريا، وبدنا نكون بسوريا، يعني لبنان وبلاد الشام واليمن. وبطلب من كل الأوقاف بلبنان، في خوري بحبك كثير بس ما بعرف كيف طلعت على التلفزيون وأنا هيك فأست وشفتك، عامل مركز يلي بعمري بحبوا يعيشوا، غالي كثير، مستعدين أنا بجي لعندك. وقال من هالناس اللي بيدفعوا ونصرف على الفقراء وبيعطي الحرية، مسلم مسيحي يهودي بودي كريشنا من مكان، أهلا وسهلا فيك، بتمنى أكون معك. بس ولكن تفرض علي كتاب ما بدي، الدين هو التدين بالقلب وتمم مكارم الأخلاق. الدين معاملة من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله، لا مسجد ولا كنيسة، إنت المسجد والكنيسة. مطرح ما مرع المسيح عمل كنيسة ومسجد ومعبد وهيكل، بتقعد بحضرة بعد بدك تقعد بالحشود والجماهير. علي جابر بدي سبك بدبي، فقست هيك وشفتك ولو التقينا أكثر من مرة، شو هي اللي عم تعملوا أنتوا النجوى كرم ومدري مين معكم؟ يا عار العالم، يا عار العالم، وين وصلنا؟ هيدي الموسيقى اللي بتندق. امبارح حدي أنا داير للرهبات كل النهار الراب وما الراب، حطوا هالعلم، هيدا كله شيفرة شيبينج. كلكم ما تكون مبسوطين، كلكم معترين وأموات كرمال تجيبوا مال. قالت لي بنت عنا بالأشرفية إذا بجيب مصاري بنجح، معقولة هيك صرنا؟ والله وصلنا، عملنا دين مسيحي وفي 70 طايفة ودين مسلم 72 ملي بالنار، وهيك بودا قال ما تعملوا تمثال، عملنا 1000 تمثال وتمثال. كلنا خدمة شو؟ المال، الدولار فوق راسنا كلنا. ومين الضحية؟ الشعب. لأنه احنا مع الشغب منزقف. كرمال مين؟ هالهوت دوغ والواوا؟ يا عار العالم. نرجع نرفع علم العلم، علم أبدان وأديان.
حطوا موقع بيت الله، بتشوفوا فينا كلنا ببيت الله، بيت الله، بيت الإنسان، بيت الشفاء، مريم نور. أخذت هلأ باسبور، تلفنت وقالوا لي أي بلد أجنبية تلفن هيك وبجيب الباسبور. أخذت باسبور أجنبي في سبيس، تفوت فيه على هالأم العربية وبرا ما يكون مريم نوار أريو مسلم. يعني شي بخجل. بي سبيس خطوة سلام، هيدا الحج، أنا حجة وأنت حج، كلنا حجاج مش سواح. بيجي على لبنان سياحة، عندنا سياحات هون مثل ما بتعرفوا ليش، وخصوصي السياحات التجميلية وعمليات التجميل. ممنوع أي تلفزيون تقعد بنت عاملة عملية تجميل. حطوا فحص في علم اسمه سينكرو، إذا بقعد أنا وبحكي وحدة تانية تجميل نفحصوا الطاقة. لا تغيروا في خلق الله. ما كنتي تعرفي هلا صرتي تعرفي. شفت امبارح بنت بالأبو ساعي عنا هيدا ما أدري شو بيقولوا له مول، ما صدقت هيك، قالت لي ما بعرف كيف بدي شيلهم. شي بقرف صرنا، كلنا كوبي بيست مثل بعضنا، عملية تجميل وتحميل. الرجال ما بيعرف مرته، وأي هي مرتي تلحقني، وحتى أنت ما بقى حدا يعرفك، صرتوا مثل بعضكم، عرض أزياء وعرض هيك وعرض هيك، طول وعرض. يا عار العالم، فينا نكون غار إذا بدنا. لك الخيار أنت أيها المصطفى المختار، وأنا بخدمتك.